صبحكم الله بالخير جميعا، يوم جديد، طلعة جديدة من نص البحر، جايين حداك شعوم. بس الله يكتب لنا الخير يا رب. طبعا الجو بارد وهوى، الله يكتب لنا الخير. شعومنا طبعا روبيان، وروبيان مزارع اللي قاعد استخدمها. العصا طبعا متر تقريبا طولها، والمكينة هذه مكينة كاست، كنت استخدمها زمان في الكاست. اول مكينة كاست بديت عليها اللي هي شيمانو اف اكس 4000، حولتها حداق استفيد منها، قوية وتستحمل ضرب عليك اي شيء، تشد وتسحب معك. الخيط طبعا 40 مقاس، الخيط مقاس 40، ثقال 1، ميادير، ميادير شعوم 0.1. الله يكتب لنا اللي فيه الخير يا رب. نبدأ بالروبيان طبعا، نسوي سطل كذا ايش حق التزفير، نجمع فيه الريسان، قشرة، كل ما فكينا راس حطينا عشان ايش نزفر فيه بعد شوي. قشرة كاملة كذا الطريقة هذه. نسميها نغاقة، طبعا طعمه ممتاز، بس بيعطي حتى الهامور، تعيش بين الصخور يعني سمكة صخرية. انا جايب معي هنا قبة، قبة شوك كنت بيعطي معدي هامور شيء، مشكلة ما جبت ابرة عشان اشكها. طبعا تبغى فيها شوك، هنا في عندها شوك، يبغالك تكون حذر وانت تمسكها. لسه توا طالع حية، فريش فريش. يلا يلا يا كريم، ما شاء الله يا ابو نواف، يا سلام. اخيرا ظهر 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 وبان عليه البامان. بشر شام ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا سلام يا سلام. شو الحبة، ما شاء الله خروف هذا، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بقوقه يمكن تاكله. حلالي بقوقه، دبل بقوقه.
ابو نواف بشر. لا لا في اكل، في اكل حلو ما شاء الله. على الرايق جايزة. ايوه يمين يسار، انا تحتك تحتك ما شاء الله. هلا والله هذا الصح ما شاء الله. عاش لا بالع ها، جوع الجوع. يلا يا كريم بسم الله. افا طارت ربيانة. ها خيطي عشان كذا ضرب عندي ضرب عندك. يلا حلو بدام بدل بقوق، وان شاء الله معال معال حلو. وصل وصل العريضي وصل ان شاء الله. العريضي ما شاء الله تبارك الله. تحت الراد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. ما شاء الله اي هذا اللي نبغاه. ايه سيف وينك يا سيف؟ ما شاء الله تبارك الرحمن شعم النعم. اقرب بشر فك. يلا يلا اللي بعده ان شاء الله. وصل 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 Yeah.
ايوه خليه بسم الله استاجر عليه خليه لين يبلعها. ما شاء الله هذه أكلة شعر دي ما شاء الله ما شاء الله. لا تستعجل عليه لا تستعجل الشعر لا تستعجل عليه ما شاء الله يبلع ما شاء الله تبارك الرحمن اوه بقوق وعملاق لا اله الا الله قرقفانة حجم والله ما شاء الله شوف حجم القرقفان ما شاء الله تبارك الرحمن جمع هنا الصورة تصوير على كيفك الله يكرمك صيد شرامي يا ليه رامي ابو كلب تزفيره الحين ما شاء الله هذا شعم ان شاء الله هذا شعم ان شاء الله شام ان شاء الله ما شاء الله هلا ما شاء الله الله مع الرمية السيئة كمان سبحان الله سيف مسكين والله على قلبه والله هو بس بدأ الله ما شاء الله شوف محمد ابو نواف ما شاء الله شوف 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 اللهم امين ما شاء الله هذا النخذ احمد الله يحييك تعليمك يا ابو نواف حنا تعليمك انت النخذ الكبير خاش نفسه ما يبغى احد يعرفه ما شاء الله الحمد لله حجم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله يلا هذا شعب ان شاء الله هلا هلا بقوقهم ياكل قرقف يا شعنا يا قرقف انا اتوقع قرقف بشرنا
بزيمي بزيمي حبة حلوة ما شاء الله. تعرف الفرق بين الشعمين؟ هذا العربي وهذا الفارسي. اوكي تعال بس خليني اشوف الفرق. الفارسي يجي شوف كيف زعانت فوق صفرة هنا بيضة، هذا الفرق. الزود ولكن كم حبة طيبين قرقفان مليان قرقفان، حبة القرقفان ايش كبرى ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله شكرا لله نعمة وفضل يا ربي لك الشمس. ما شاء الله سمينة ونفوخة والهنا يجي نهاية قلعتنا. أتمنى أنكم استمتعتوا معنا الحمد لله، يعني حصيلة طيبة من الصيد يا رب لك الحمد. نشوفكم إن شاء الله الطلعة الجاية. كان معكم أخوكم أحمد.